أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مشروع كاميرات المراقبة الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع متفرقة بحاضرة الدمام، وتعمل هذه الكاميرات على رصد وتحليل حركة النقل والمرور ورصد سلوكيات مرتادية الأماكن العامة، إضافة إلى تحسين الاستجابة السريعة للطوارئ. المزيد تنضم إلينا من الدمام مراسلة الإخبارية شيماء الزهراني. بداية شيماء، أرحب بك معنا في نشرة النهار. شيماء، عرفينا أكثر عن تلك الكاميرات وما هي المهام المنوطة بها. نعم يحيى، يعني تركيب مثل هذه الكاميرات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي هنا في المنطقة الشرقية، يعني حقيقة هذه تعتبر خطوة من خطوات أمانة المنطقة الشرقية نحو بناء مدن ذكية. هذه الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي يعني حقيقة تدعم هذا القطاع، القطاع البلدي، القطاع الحيوي والمهم في المنطقة، يعني تعمل لدعمهم من حقيقة يعني من عدة جوانب، لعل من أبرزها كما ذكرت هو تحسين الرصد لتحسين الحركة المرورية في المنطقة، كذلك أيضا ترصد الأماكن العامة التي تحتاج إلى معالجة سريعة، وغيرها الحقيقة من الجوانب الأخرى التي تعمل عليها هذه الكاميرات. لو نتحدث أكثر بالتفصيل حول عمل هذه الكاميرات الذكية مع المهندس نائل الحقيل، وهو وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية، أهلا فيك معنا على قناة الإخبارية مهندس نائل. بداية لو نتحدث عن أهمية تركيب مثل هذه الكاميرات. حياك الله أستاذ شيماء، بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين وطاقم العمل. الحقيقة تأتي أهمية هذا المشروع من خلال تبني أمانة المنطقة الشرقية استراتيجية متعلقة بتحقق أهداف رؤية 2030، وتعتمد على البيانات وعلى التقنيات الذكية في إدارة العمليات داخل المدينة. ما لا شك فيه بأن العمليات اليوم وتطويرها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بات من الضروريات، والتي تسهل اليوم عمليات تساهم في جودة الحياة، في حماية الممتلكات العامة، أيضا رصد التشوهات والأعمال وفهم سلوكيات قاطن المدينة لتقديم أفضل الخدمات لهم. يأتي ذلك من خلال مشروع تبني أمانة المنطقة الشرقية لهذا المشروع اللي تم قطع جزء منه، وإن شاء الله سيكتمل خلال فترة قريبة القادمة، وتم مشاركة جهات عدة في هذا العمل، لأنه من اليوم بأنه عندنا مشاركين في إدارة العمليات داخل المدينة من بين القطاعات الأمنية والخدمية والآخرة، فتم مشاركة هذه الخدمات بينهم. طيب لو نتحدث قليلا عن العدد المستهدف يعني تركيب مثل هذه الكاميرات، وكم بلغ عدد الكاميرات في المرحلة الأولى؟ تم تركيب حتى الآن أكثر من 1300 كاميرا موزعة اليوم في المدن الدمام والظهران والخبر. تم استهداف فيها المرحلة الأولى 1300 كاميرا، ونستهدف فيها المرحلة 4000 كاميرا حقيقة، والمتوقع أن تنتهي خلال 3 و4 أشهر القادمة بإذن الله. ما هي أبرز الأماكن الحيوية التي يعني تم تركيب الكاميرات بها؟ الحقيقة تم التركيز على مجموعة أماكن مختلفة، لعل من أهمها كان الواجهات البحرية والحدائق، أتكلم عن الكباري والأنفاق، عن التقاطعات، وأيضا الطرق الرئيسية لحاضرة الدمام. الهدف من تركيب هذه الكاميرات بأنه نفهم اليوم الحركة المرورية اللي قاعد تصير داخل أو تحدث داخل المنطقة، أيضا رصد الأحداث اللي لا سمح الله تواجه الحوادث المرورية أو الاختناقات المرورية أو لآخره، والهدف من ذلك هو تقديم حلول مناسبة بناء على الوضع الراهن. طيب لو نتحدث قليلا عن عند حدوث اي ملاحظه، كيف تقوم هذه الكاميرات بعمليه الرصد، وايضا كيف تعمل الامانه بحل الملاحظه التي ترد؟ سؤال جميل. لعل من اهم النقاط المهمه ان نتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي هو اداه تساعد اليوم العنصر البشري في اتخاذ القرارات ورصد الحالات. 4000 كاميرا ليست بالعدد القليل ممكن خلاله نستطيع رصد هذه الحالات، ولكن باستخدام خوارزميات معقده مبنيه على اكثر من 18 حاله استخدام، نتكلم في اكتشاف الحوادث المروريه من خلال الذكاء الاصطناعي، عندنا اليوم الخناقات المروريه، ايضا اكتشاف التشوهات البصريه، الوصول للاماكن الغير مسموح فيها مثل المنتزهات او المناطق الساحات الخضراء اللي على الواجهات البحريه والى اخره، فذلك تم رصد من خلال الذكاء الاصطناعي، والان الحمد لله يمكن قطعنا في هالمرحله هذه اكثر من 40%، وسيتم اكمال الاعمال بالذكاء الاصطناعي لرصد كل الحالات اللي ممكن تساعدنا في اتخاذ القرار. شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق باذن الله. يعطيك العافيه، حياك الله شيماء.
إذن يعني يحيى، كما ترى خلفي هذه الكاميرات، هي هذه الكاميرات التي تعمل الآن بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوم هذه الكاميرات برصد جميع الملاحظات على مدار 24 ساعة. أيضا بحسب ما ذكرته الأمانة، يعني مثل هذه الكاميرات هي لها حقيقة نتائج مميزة، ألا وهي الأبرز منها هو تقليل الهدر الذي يعني يأتي بناء على الأعمال الدورية المستمرة. هذه الكاميرات تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي ملاحظات في المنطقة الشرقية.